السيد الحسيني، ماذا تنتظرون وماذا تتوقعون من إسرائيل بعد هذه الضربة؟ عفوا على هذا الاصطلاح، نتنياهو هو الآن الكلب الهائج والشرس وأيديه وفمه مرتخ بالدماء، فلا يمكن أن نتوقع منه ولا نعرف ما هي الخطوة الأخرى التي سيقوم بها. إذن يا سيد الحسيني، بناء على الوصف الذي اخترته أنت، هل تجيدون الحرب مع الكلاب؟ الكلب عندما يهجم عليك في المرة الأولى يمكن أن تقول له وخر يا كلب، ولكن عندما يقوم بالعض رجلك تقوم بصفعه ضربة لكي يهرب. فهذا الكلب صفعناه بالأمس صفعة قوية وفهم أن إيران لديها القوة وتستطيع أن تضرب وهي لا تخشى. ومن قال أنه لن يعضكم ثانية؟ إن أراد أن يعض مرة ثانية سوف تكون القاضية ضربة قاضية عليه وسوف ينتهي إن شاء الله. ننتظر لنرى.